الاسعار مال الغذائيه صراحه والله بيها صعود. صعود هي هاي مال المظاهرات مال تجي المواد كلها هي من بغداد ومن ذاك ذيك المناطق. فالا يصير بيها صعود. طبعا شلون ما تاثر؟ لا الحمد لله محافظتنا ما بيها كل شيء وامان والحمد لله. ايش الطالب؟ والله نطالب هي بفضل المظاهرات هاي والعالم هذه اللي تعبت ينطوها حقوقها. والله حاليا شويه جاي تصعد بسبب المظاهرات وتعرف الطريق مسدود هم. يعني طريق من جهه بغداد مسدود. هاي اثرت ايضا على شيء اعتيادي تاثر هاي على المواطن طبعا 100%. كان اكو فرق كثير بالاسعار. والله كثير اي طبعا وين هسه من صارت المظاهرات شويه صعدت يعني المواد الغذائيه مثل ما نقول ولا اسعار اللي يعني المخضر لا هي بقت يعني من وراء المظاهرات من وراء الطريق الجمعه ما خلوهم يطلعون والله شنو من وراء المظاهرات بيش كان طماطم بيش كانت ب 500 3 بلف هسه صارت 750 بلف صعدت منين تجيكم الطماطم؟ من بغداد من جنوب يعني هاي الامور والاحداث اثرت هسه البطاطا على الصعود والله شنو من وراء الجنوب سادين الطريق والله الارتفاع مو اسباب تجار ولكن اسباب الاحداث اللي عاد تحدث على المظاهرات اللي حدثت في بغداد وجنوب العراق فصار شلون طلب على المواد الغذائيه طلب على الحاجات الاساسيه بالمدينه فشويه صار شلون عرض وطلب عليه وسحب وانسداد الطرق بعض الطرق من سدت فهذا اللي جعل سبب الارتفاع بسيط بالاسعار تمام اقبال على المواد وعلى هذه وارتفاع بالاسعار ولكن ما عنده راتب وينتظر اليوم نعيجونا جماعه نطلبهم فلوس على راتب قال والله هي سبب القطاع الانترنت ماكو نعي راتب فعلى ما تجي الاشاره عن ما هذه ان شاء الله يصير حركه السوق فنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن المسؤولين ان يراعون هالمواطن هذا وانت عشوف نعيسته ونناشد عن طريقكم عن طريق قناة الموصلية قائم مقام الموصل زهير الأعرجي يقولوا يا سيد الله يحفظك الله يبارك بيك عاد احنا ما نعرف اللي عيجون عيحطوها براسك لو هاي احنا نريد نطلب تجينا انت على المنطقة على هاي على منطقة الزنجيلي نطالبك تجي شوفنا ونشوفك ونتكلم وياك لان كل ما يجي واحد يقول قائم مقام قال امر بهاي المسألة امر نشيل البسطات امر نشيل شوادر زين شادر شنو هو اللي يشيلوه ايش مأثر على الطريق؟ ايش مأثر؟ اسعاد مثل هذا عنده مخضر عنده اي، اذا ما عنده شادر شلون؟ يروح ينعدم الخضار والمعاش ماله.